كيحاولوا ما امكن باش هاد السوق الثلاثي ينحيو، راه جابوا الطاقه بغاو يدوزوا فيه حكره ناضل ضد التهميش ناضل ضد الاستبداد ناضل ناضل يا مناضل ناضل ناضل يا يكون يكون الوحده تضامن للغناه يكون يكون السوق ورفع التهميش للتاجر اللي مقهور داخل السوق. واش هاد السوق هذا اللي مهمش واللي محقور فيه التاجر واش باقي سوق؟ اليوم كنحتشوا على عده مشاكل، ولكن القشه التي قسم الدار البائر هي المشكل ديال الصنك. اننا حنا من 2020 وحنا في هذا الملف كنعيشوا، يعني ملي خوات الساحه ديال السوق ايت الكورونا حروا دوك الملك العام، هذا السيد هذا كان كيتخلص عند هذوك، نقصات المداخل ديالو، فاذا به كيتجه بغى يتخلص عند التجار اللي اصلا التجار عندهم المكوت. وثاني حاجه انه كيقول لك واحد كاين واحد القانون كيقول لك اما الدخول واما المكوت، هو بغى يتخلص في الدخول، الدخول كتكون في الاسواق الاسبوعيه. حنا عندنا سوق يومي كنخلصوا الموكوت للبلديه بار تريميستر، وكنخلصوا لافينيت ديالنا، كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا كاع المستحقات اللي كاينه في عندنا. كنحملوها للسلطات المحليه، لرئيس الجماعه البلديه، لاي واحد معني بالامر، لان هذا في حد ذاته راه كتبان لك شفره. والمطالب ديالنا هي ان السيد هذا خصو يدار حد ليه، ولا يبرروا لنا على الاقل علاش السيد عاطينو، علاش عاطينو كيتخلص في الدخول، مع انه كاين ظاهر هما عاطينو بقرار جبائي، ولاول مره كنشوف قرار جبائي كيغلب ظاهر شريف، لان الظاهر 89 كيقول لك يحق للجماعه ان تستخلص في الاسواق اما الدخول واما المكوت، ولا يحق مطالبته بما معه. وهو راه بينا مادام كلشي ساكت الا كاين تواطؤ. دابا الغريب في الامر ان هادشي استفحل استاذ، هادشي استفحل، لان دابا الا وليتي كتهضر على حقك ولاو كيجيبوا لك بلطاجيه، اما كيسبوك اما كيديروا شهاده طبيه للمده ديالها. مؤخرا داروا الواحد اخ 22 يوم انه ما حضرش، هو ما مسش هذا السيد، دار شهاده طبيه راه دابا في المحكمه. يعني حتى هاد الشواهد الطبيه تما راه فيهم، الا ما فهمتش انا علاش بنا هذا السيد اللي عطاه شهاده طبيه فيها 22 يوم، يعني خص الخبره تاهي تكون في ولا ما تحقوش هذه المطالب. فمازين من النضال والنضال، وكاين طرق اخرى، كاين محكمه اداريه، كاين بزاف د الحوايج. كيحصل لي الشرف انني نحضر اليوم في واحد الوقفه احتجاجيه ديال تجار سوق الثلاثاء، اللي هذا الموضوع اللي كيكون عند بعض المسؤولين انه موضوع عادي، ولكن في الواقع انه موضوع كبير وكيمس بالكرامه ديال التاجر والكرامه تاع المواطن. احنا دابا في 2022 وما لازال عندنا واحد التصرفات اللي هي همجيه فيما يخص ان المواطنين ملي كيبغيو يدخلوا للسوق كيتقلبوا الحوايج ديالهم والسكان ديالهم على اساس ان واحد المستنك هو اللي كاري عند البلديه الدخول ديال السلع، وهذا غريب جدا. كنلاحظوا ان الناس كيخلصوا الضريبه ديالهم ولا باتونت ديالهم والكرا ديالهم للبلديه، وفي نفس الوقت كيخلصوا الصنك. ما فهمنا والو، نتساءل هل يمكن ان ندمج بين هذه الحالتين؟ فيما يخص الصنك، كنعرفوا بان الصنك كيكون في الاسواق الاسبوعيه في الجبال، في البلاد، في البلايص اللي ما كيكونش فيها الاستقرار، كيكون فيها البيع الاسبوعي بحال سوق ديال بهايم ديال الزراع ولا من الاسواق الاسبوعيه. لكن انزكان هو الاصل ديال التجاره ديال انزكان، اللي هي مسميه عليه انزكان سوق الثلاثاء انزكان هو الاصل. كنتفاجئوا بانه فيه واحد المجموعه ديال اصحاب السوابق اللي كيستفزوا عباد الله وكيسوموهم وكيسبوا فيهم وعيروا فيهم لانهم ما بغاوش يعطوهم الفلوس. وهذا المشكل دارته البلديه ديال زكان اللي هي المسؤوله على هذه الوضعيه المزريه التي يعيشها السوق، في غياب الجميع الضروريات السوق من مشجيد ومن اداره. كنلاحظوا ان السوق فيه اكثر من 1000 حانوت وما فيهاش حتى اداره اللي كتفك المشاكل، ما فيهش حتى الامن، ما فيه مخازنيه، ما فيه والو. هذا الشيء كله كيقول علامه استفهام فيما يخص الوضع المزري الذي يعيشه سوق الثلاثاء. وكنركز بالاساس على الكرامه ديال المواطن المغربي، باش نجي انا الصك ديالي ومن ندخل السوق يجي واحد من دوك السوابق يلزمني حل الصك ديالي يقلبو. هذا الشيء ما عرفتش واش باقي في المغرب، واش هذا الشيء
كاين شي حاجه وراء الكواليس. هذا الشيء علاش كنتسائلوا وناشدوا المسؤولين في ان يتدخلوا في حل هذه المشاكل، او في على الاقل فتح تحقيق في ما يخص سوق الثلاثاء، ويقلبوا على شنو هو المشكل من اجل ايجاد الحلول حفاظا على كرامه المواطن المغربي والتاجر كذلك. وشكرا. حنا درنا هذه الوقفه احتجاجيه لعده مطالب، اولها المطلب ديال اولها وان اننا كنطالبوا المجلس الجماعي باش يفعل القرار التنظيمي اللي خرج منذ 2014 ولحد الان مازال ما تفعل. هذا القرار التنظيمي اللي فيه عده ايجابيات لهذا السوق هذا باش يترفع عليه التهميش، واولها خلق اداره اللي كتعني بالتسيير والتنظيم ديال هذا السوق هذا. هذا السوق هذا كيعرف العشوائيه بفعل تهميش ديال المسؤولين ديال الجماعه، وبفعل التهميش وبفعل الحقره ديال التاجر، لان هذا التاجر هذا خص يطرد ليه الاعتبار. التاجر هذا اللي كيعطي الواجبات ديالو الضريبيه والواجبات ديال الجبايات المجلس الجماعي، هذه الواجبات هذه كتوصل للملايين وكتدخل في الصندوق ديال 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 الجماعه، وبالتالي هذه الجماعه هذه ما قدرت تاهل هذا السوق هذا. عيب وعار، لان هذا السوق هذا ضروري يتاهل، ضروري يتاهل وضروري يطرد له الاعتبار، لانه هذا السوق هذا راه هو كنقولوا بانه راه معلمه تاريخيه اقتصاديه في هذه المدينه هذه، راه هو اللي عرف وعطى واحد 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 التيكيت كما كنقولوا ديال التجاره في إنزقال. هذا الرئيس الجديد، الرئيس بغيناه نعاونوه ونساندوه ويخدم، ولكن هذه الولايه ديالو في هذا العام هذه مازال ما شنا والو. دازت عام صبرنا عليه عام مازال ما شنا والو في هذا السوق هذا. ابسط حاجه وهو انه يدير يخلق اداره، راه الاداره راه ما فيها والو، راه قرار، راه قرار تنظيمي راه كاين، راه قرار منه باش يخلق اداره ويدير مدير تما ويترفع التهميش والفوضى اللي كتكون في هذا السوق هذه. ولحد الان حنا راه قلنا ليه مازال ما فعلهاش. هذا القانون التنظيمي خص الله يجزيه بخير، خصو ينفذها، خصو يطبقها، خصو يخرجها للوجود. حنا راه بركه من هذا، من هذا الفوضى اللي قلنا، وبركه من هذا التهميش هذا، لان التاجر راه ما نديروش خنطره. حنا نلبيو المطالب ديال اللوبي العقار الفاسد، وحنا ونبخسو من العمل ديال التاجر هذا. راه التاجر هو اللي غادي يبقى المدينه ديال زكان. اللوبي العقار الفاسد هو راه السوق ثلاثه راه ما بغاش كاع يكون نهائيا، لانه كيشكل لهم خطوره في 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 في, في التجاره ديالهم، في الاقتصاد ديالهم، وبالتالي هما كيضربوا وكيضربوا جهدهم باش يحيدوا هذا السوق هذا على ارض الوجود. وحنا هنا في هاد المحطه غادي نناضلوا وغادي نستمروا في النضال ان شاء الله، وغيكونوا نضالات في القدام ان شاء الله الا ما تسمعوا لنا والا ما دارش مقاربه تشاركيه مع الجمعيات ديال المجتمع المدني في سوق ثلاثه.